الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا هدد بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي تجرى في حزيران المقبل، وذلك عقب رفض المجلس الانتخابي الأعلى 12 من مرشحيه بينهم ليلى زنا وهاتيب دجلي. المجلس الانتخابي الذي أصدر القرار ليس لديه توضيحات حول الموضوع، ويقول رئيس اللجنة الانتخابية علي أمين إنه قرار اتخذته اللجنة وليس لدي توضيحات حول الموضوع. أمنيته هي أن يعيد المجلس الانتخابي الأعلى التفكير في القرار الذي اتخذه إذا سمحت الظروف بذلك وإذا كان ممكنا من الناحية القانونية، يقول رئيس مجلس البرلمان التركي. المجلس الانتخابي رفض ترشيح ليلى زنا السياسية والناشطة الكردية والنائبة البرلمانية السابقة التي منحها البرلمان الأوروبي العام 95-1000 جائزة زخروف لحقوق الإنسان. كما رفض المجلس هاتيب دجلي النائب الكردي السابق الذي أمضى عقدا من الزمن في السجن.